مساء الخير. سلام. استاذ كمال موجود؟ في ميعاد؟ لا بس يا ريت حضرتك تخشي تقولي له كندا نور من شركه الرائد للتشييد والبناء. طب لحظه واحده. مفيش راجل ملوش دخله. وعموما كل الرجاله عينيهم زايغه. بس انت بقى ايه؟ تلبسي اللي على الحبل كده وتنزلي تروحي عند كوافير يظبطك وتبقي قمره وتروحي له وانت وشطارتك. اتفضلي. معلش انا اسف مش هينفع عادي، اصلي ماليش في السهر. اصلي بنام بدري، ده انا اخر الساعه 11. معلش انا اسف. شكرا، مع السلامه. هتقولي حاجة؟ اه طبعا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا اسفة اني جيت من غير ميعاد. حاجة انا ما بحبهاش بس تمام يعني. مفيش مواعيد دلوقتي، اتفضلي. حظي حلو. شكرا. افندم. هو انا كنت جاية اعرض على حضرتك مشاريع الشركة بتاعتنا في العقارات والفلل والشاليهات عشان لو تحب. أنا مش ناوي أشتري أي حاجة جديدة، أنا عندي فيليتي ومش ناوي أغيرها، ولو على الشاليهات فأنا أي بريفير بصراحة الفنادق يعني عن الشاليهات والفلل. صح، أنا آسفة. بقول لك إيه؟ هو أنتِ هتمشي كده بسهولة؟ أنا وأنت مش هتشتري حاجة دلوقتي. وأنا ما توقعتش منك إنك تمشي من غير ما تحاولي تقنعيني إني أشتري. انت عايز الصراحة؟ هو في احلى من الصراحة؟ ما هو انت منطقك سليم، يعني انت شايف انك عايش حياة مبسوط فيها، انا ايه اللي يحشرني دلوقتي واقنعك انك تشتري حاجة من عندي؟ قال ايه؟ هتبقى اسعد. هات اشوف. لا بقى خلاص، انسى الموضوع ده. لا انت غريبة قوي. اقول لك على حاجة اغرب. قولي. انا قررت استقيل من الشركة اللي انا شغالة فيها. وعلى فكرة حضرتك السبب. لأن أنت صح. أنا ليه دلوقتي أشتغل مندوبة مبيعات وأبيع لحضرتك حاجة أنا نفسي ما بشترياش؟ كل ده علشان أنا أعمل كوميشن وفي الآخر عشان أبقى أغنى، وأنا نفسي ما بشتريش اللي ببيعه. يعني أنا مش فاهمة. وأنت لو سبت شغلك هتشتغلي إيه بقى؟ مش عارفة بقى، ربنا يسهل. أنت ذكية جدا على فكرة. طريقتك اللي دخلتي بيها عليا دي حركاتك دي مش بتاعت مندوبة عقارات، دي واحدة عايزة تشوف شغلها وتيجي تشتغل في الشركة دي. وبصراحة أنا عجبتني طريقتك وأنا قررت إني أشغلك في الشركة دي. ألف مبروك، أنت بتشتغلي هنا بجد والنبي. صحيح، ألف مبروك. أنا مش عارفة أشكرك إزاي. نورتي. أروح أستلم ولا أعمل إيه؟ استلمي. طيب اسال انسه اللي بره. اتفضلي يا فندم. اوكي يا فندم. يا جماعه مش عارفه اوصف لكم على الحقيقه عامل ازاي، يعني شخصيه لماح جونتي، مش عارفه احكي ايه ولا ايه. كل ده ما عشان كده فاس. ايوه على فكره ذكي جدا، واللي زي ده بقى تخافي منه. طب الخطوه اللي جايه ايه؟ المسهوكه. ايه البت المسهوكة دي اللي على طول لازقة فيه؟ أنا عارفة لازقة فيه ليه كده؟ وبعدين يا جماعة أنا شايفة إنها مش لايقة عليه خالص، يعني هو ينفعه واحدة شبهي وتبقى لماحة وفهماه ومتواصلين كده يعني. أنا بقول كده برضه. كفاية يا أمي أكل أنتِ وهي، هيجيلك التصاق في الفخدين، كفاية. حد يفكر معايا هنعمل ايه في النصيبه اللي انا فيها؟ مش عارف. اللي مش عارفه امال مين هيعرف؟ على فكره اللي احنا بنعمله ده غلط. ليه يا امي؟ الراجل خاطب ويمكن الخطوبه دي بقى لهم سنين مع بعض قصه حب طويله عريضه، نقوم احنا كده بمنتهى البساطه نروح نبوظها؟ يا امي ما تنفعوش. وانت عرفت منين؟ انا بقول لك انا. هو عايز واحده تفهمه.
تحسسه الدنيا احلى، تاخده كده وتطلع بيه على القمه. قمه؟ هو محتاج قمه اكتر من اللي هو فيها دي يا ناس؟ ايوه انا. الله، انت مش فاهمه، انت غريبه جدا على فكره. هو انا مش قلت ان الصوره اللي معايا دي مش صوره عاديه؟ قلتي. مش قلت اني هوصل له ولا ما قلتش؟ قلت اني هززتني ولا ما قلتش؟ يبقى معاد انه يعترف ويتجوزني ونخلص بقى. يبقى احنا هنلعب على مستويين. حلو، اللي هما اولا لازم نخليه يعجب بيكي، تاني حاجه لازم نزيح الهم اللي هو خطيبها دي من طريقك. طب اعمل ايه يا اختي؟ اسمها. طب انا اقول لك على حل. قولي قولي. هقول لك، انا عندي هنا برنامج اسمه ايه بقى؟ كيف تقتنصين زوجا لك. نقراه كده ونركز فيه، بس تعملي اللي هو مكتوب بالحرف الواحد، اوكي؟ حاضر. يلا استني هقراه. يجب ان تكوني طبيعيه جدا. في شطر مني. ماشي، لا تتجملي. ولا انا. لا تحاولي ان تكوني شخصيه اخرى غير شخصيتك. ما حصلش. كذاب. مين اللي ممكن يقول كده عليا؟ طيب بصي بقى، دي مهمه جدا. الرجل يحب المرأة التي تتعامل معه بطبيعتها كأنها صديقة له وليست كأنها امرأته. اوعى تضربيه. انت هتضربيه؟ انا مش صاحبه انا. لازم نختلف. صباح الخير يا معلم. ايه ده؟ صباح الفل. صباح النور. انا هظبط لك كل مواعيدك. انت ادخل اضرب قهوتك وخلصها واعمل لي تليفون وانا هوا اكون عندك يا معلم. يا حبيبي ايه ده؟ انا كذا مره بقول لك القميص ده بحبه مع الكرافات، بس برضو قمر. بقول لك ايه، انا عايزك في موضوع مهم جدا. مكتب بيروت كلمني والعينه خلصت، بس انا عايزك تكلمه هناك عشان تعرف المكتب ده مهم بالنسبه لي قوي. تعالى افصل لك، مهم بالنسبه لي جدا، فانا عايزك. طب بيروت ايه وميله بيروت؟ ايه احنا ناقصين بيروت؟ الو، خدته ودخلت بيه على المكتب المخفي، اعمل ايه؟ لا طبعا، انت مجنونه. ازاي يعني تسيبيهم في المكتب لوحديهم؟ يا بنتي ممكن تستفرد بيه وتبوسه، انت حره. ايوه زي ما بقول لك كده، اوعى عينك تغيب عني، فاهمه؟ يا نهار اسود. استنى استني استنى. يا نهار اسود ومنيل، العربيه باظت. يا ست انت عملتي ده؟ ثاني ثاني هكلمك تاني. حرام عليكي، حرام عليكي. ايه ده؟ يا نهار اسود ومنيل، اللي انت عملته ده حرام عليك. ده انا لسه جايبه عربيه جديده. عربيه جديده ايه؟ دي انت بتتكلمي في التليفون وراجع خبطت العربيه. ليه حرام عليكي؟ ده انت بني ادم بجح بجاحه يا اخي، يعني كمان راكن غلط وما بتعرفش تركن وبتكلمني؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا اللي مجنون؟ لا لا، حضرتك بقى اللي في حاجه، حضرتك مش مظبوطه، حضرتك مش واخده بالك. كنت راجع ضربت العربيه بوظتيها، اللي حالتي حرام عليكي. بقول لك ايه؟ ما تعملش الجنان بتاعك ده عليا، ده انا اجن منك. انت واحد ما بتعرفش تسوق وراكن غلط، ما دام ما بتعرفش تركن ما تركنش من اساسه، انت فاهم؟ ده انا اللي مش عارف اركن ولا انت مش عارفه تسوقي؟ مين هنا اللي ما بيعرفش يسوق؟ انا ولا انت؟ وبعدين بقول لك ايه؟ انت مش هتمشي من هنا غير لما تاخد العربيه بتاعتي الجديده دي وتصلحها، انت فاهم ولا لا؟ وحضرتك بتكلميني انا؟ ايوه، زي ما بوظتها لي هتصلحها، ويا ريت بسرعه عشان انا النهارده عندي ميعاد مهم جدا مش فاضيه لك.